السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحضر معكم العجينة المورقة أي لا بات فايتي. نحتاجها في الكثير من المملحات خاصة مع شهر في شهر رمضان. أحتاج في هذه الكيفية في هذه الوصفة لا بات فايتي إلى 500 غرام دقيق، 250 مليلتر أو ربع لتر أو كوب ماء بارد، و 500 غرام مع 250 تعطينا 750 غرام، النصف نتاعهم 375 غرام زبدة التوريق أي نصف كمية الماء مع الطحين. وأحتاج إلى 10 غرامات ملح، وللتوريق أحتاج إلى القليل من الدقيق أو الطحين، أنا عملت 80 غرام مع 5 غرامات خميرة كيميائية. أبدأ في تحضير العجينة. نبدأ بوضع الدقيق في الخلاط، وضيف الملح وزبدة التوريق. زبدة التوريق أخرجناها من الثلاجة وضعناها بعد دقائق في المجمد حتى تكون نتيجة العجين المورق تكون نتيجة جيدة. تحصلوا على هذه النتيجة. إذا كانت السيدة ما تملكش الخلاط تستطيع أن تعمل العجينة بيديها، لكن دون دلك بأطراف الأصابع. ندخل الزبدة في مع الدقيق فقط. الآن أضيف الماء البارد وأجمع العجينة من جديد. حصلت على هذه العجينة. الآن أقوم بخلط الدقيق مع الخميرة الكيميائية حتى أستعمل هذا الخليط في التوريق. هذا الخليط يعطي انتفاخ للعجينة المورقة وتكون ناجحة إن شاء الله. دائما هكذا أبسطها بالطول. الآن أديرها عرض. دائما أستعين بالدقيق مع الخليط الدقيق مع الخميرة الكيميائية، وأبدأ بتنيها من اليمين اليمين ثم اليسار هكذا، ثم أعيد فتحها طوليا دائما. بعد ما بسطتها المرة الثانية أعيد عملية تنيها من اليمين دائما إلى اليسار، وأكرر العملية 6 مرات حتى أتحصل على 6 دورات 6 طوغ. والآن أنهينا 6 طوغ، نتخلص من الدقيق الزائد، نثني هذه المرة الأخيرة. هذه هي العجينة المورقة اللي حضرناها اليوم. الآن نلفها في بابي أليمونتير بلاستيكي، ندخلها الثلاجة إلى حل الاستعمال. نتمنى تكون الوصفة سهلة وتجربوها وتنجحوا فيها، وإلى فيديو قادم مع وصفة أخرى إن شاء الله.